عن خطة تحرك لإنجاز 3 أهداف مهمة: أولا، وقف إطلاق النار فورا، وقف العدوان على شعبنا. ثانيا، توفير كل المستلزمات الإنسانية من الغذاء ومن الدواء ومن كل مقومات الحياة، كما أشار إلى ذلك كذلك الأمين العام للأمم المتحدة. وثالثا، يجب أن لا تسمح الإنسانية والأمم المتحدة إلى تكرار نكبة الشعب الفلسطيني التي تمت عام 48 من خلال التهجير الجماعي لمليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى خارج القطاع. الخيار الذي تعطيه سلطة الاحتلال لشعبنا في غزة، إما الموت أو التهجير الجماعي، هذا وصمة عار في جبين الإنسانية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. إن سمح له أن ينفذ، علينا جميعا إيقاف مثل هذه الجريمة ضد الإنسانية التي يمكن أن تنفذ. وبعد أن ننتهي من هذا المؤتمر الصحفي معكم، وبعد أن ينتهي مجلس الأمن من أعماله في الجلسة المغلقة، سنبدأ في تنفيذ ما ذكره أخي محمود رئيس المجموعة العربية وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في تنفيذ خطتنا باللقاء أولا مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عليه مسؤولية أخلاقية أن يساهم بدور شخصي من موقع الأمين العام للأمم المتحدة في وقف هذا العدوان فورا، للسماح للمساعدات الإنسانية أن تتم. وكما قال إنه مستحيل أنك تنقل أكثر من 1 مليون شخص في ظل ظروف الحرب من منطقة إلى منطقة أخرى في غزة، ولكن الجوهر هو نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، عليه أن يلعب دورا قياديا مهما في وقف هذه العملية الإجرامية ضد شعبنا الفلسطيني. هذا ما أردنا أن نقوله لكم. وباللغة الإنجليزية، I spoke to you in the morning. There are 3 things that we need to accomplish immediately. 1. ceasefire. أولاً، وقف إطلاق النار. نحن متحدون كمجموعة عربية لأولئك الذين يعتقدون بأن هناك عربياً واحد أو دبلوماسياً واحد لا يقف مع فلسطين في هذه اللحظة. فانظروا إلينا، انظروا إلى اتحادنا وإلى قوتنا، وانظروا إلى ما سنفعله في الأيام المقبلة. كلنا متحدون لوقف هذا العدوان والتدمير ضد الشعب الفلسطيني، وللسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأولئك المحتاجين الغذاء والأدوية وكل الأساسيات للبقاء على قيد الحياة. علينا أن ننقذ حياة الناس وسريعا. والأمر الثالث الذي علينا فعله، لا ينبغي أن نسمح كبشر وكمدافعين عن القانون الدولي والإنساني وكمجلس أمن وكأمم المتحدة، لأن نسمح بعد 75 سنة من نكبتنا الأولى لأن تحل بنا نكبة أخرى على شعبنا، وذلك بإخلاء قطاع غزة من 2.3 مليون ساكن وطردهم إلى مصر وجعلهم مشكلة مصرية. هذا ينبغي رفضه. وكل واحد منا وأولئك الذين ينصتون إلينا الداخل، عليهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم لعدم السماح لهذه الجريمة بأن تحدث. وهذه في النهاية أقول شكرا لمصر لفتح مطار العريش، للسماح بالدخول للمساعدة الإنسانية والتي بدأت تحصل عليها حتى تصل إلى شعب غزة، وشكرا لصديقنا وأخينا في الأردن، لأنه بسبب جلالة الملك وأيضا بسبب أيضا الرئيس السيسي والرئيس عباس، كلهم يفعلون ما في وسعهم وبالعمل أيضا مع طبعا حتى مع وزير الخارجية بلينكن حتى توقف إسرائيل هذه الحرب سريعا وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية، ولا نسمح لهم بتطبيق تطهير عرقي ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني مدني. شكرا. الأمين العام، نحن سنلتقي
بعد الرابعة والنصف، بعد طبعا الاجتماع في مجلس الأمن، وسنطلب منه أن يستعمل سلطته الأخلاقية، سلطة الأخلاقية لمنصبه، حتى يساعدنا في تطبيق هذه النقاط الثلاثة: وقف إطلاق النار، المساعدات الإنسانية، ولا يسمح بتطهير العرقي. نحن ضد إيذاء أي مدني من أي جهة، وأعتقد أن الاجتماع الوزاري أعلن عن ذلك وعن موقفنا، والرئيس عباس هذا موقفنا الأخلاقي، وأعتقد بأن هناك محادثات تتعلق بهذا الأمر. شكرا. أرجوكم حاولوا أن تلتقوا بنا بعد الرابعة والنصف.